بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحيانا بنتلخبط ما بين عدم استحقاقنا للتناول وأن نمنع أنفسنا من التناول من جسد ربنا ودمه. في ناس هي اللي بتمنع نفسها، الكنيسة ما بتفضلش ده، عشان كده كل واحد فينا لازم يكون ليه أب اعتراف. والأب أب الاعتراف والمرشد الروحي بنعمة ربنا وبعمل الروح القدس اللي فيه وفيك بيقدر يوجهك للاتجاه الصح. لكن عايز أقول لكم حاجة، إن كل واحد فعلا شاعر جواه إنه غير مستحق، أعتقد إنه ده أكتر واحد ربنا هيبقى مبسوط بيه وهو بيتقدم للتناول، لأنه في الحقيقة مفيش واحد فينا مستحق. الأب الكاهن بيصلي صلاة اسمها صلاة الاستعداد قبل ما يبتدي القداس، ويقول له رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب وليس بوجه أن أقف أمامك، لكن رحمتك يا رب وغفرانك تستر علي وتقويني وترسل لي نعمة روحك القدوس. مين فينا مستحق؟ لو سمحت ما تمنعش نفسك بنفسك عن التناول من جسد ربنا ودمه والتقبل الأسرار المقدسة، لأن ده سر الحياة والغفران والثبات في المسيح. روح لأب اعترافك، احكي له عن ضعفاتك، حاجات اللي مضايقاك، وياريت كلنا وأنا أقولكم كل مرة نتقدم للتناول نتقدم بهذا الشعور بعدم الاستحقاق، زي ما عمل العشار، دخل ووطى راسه وقرع صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، فخرج مبررا. ياريت 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 يكون كل واحد فينا وأنا أقولكم لينا هذا الشعور بعدم الاستحقاق كل مرة بنتناول، وياريت ما نمنعش نفسنا من التناول، لكن نروح لأبونا ونطلب منه الصلاة والإرشاد. ربنا يدينا حياة الاستعداد، وربنا يدينا غفران خطايانا، وربنا يدينا وإحنا في حالة الشعور بعدم الاستحقاق أن يكون لنا رجاء في قبول المسيح وفي محبته وفي غفرانه، الذي له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.